بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني مرحبا في هذا الشرح الجديد على قناة أسرار. اليوم مع موضوع ULOC أو هذا الكود أو هذا الخطأ في مكيفك إخواني، ULOC بهذا الشكل أو ULOC في عدة مكيفات مثل مكيفات كوندور، مكيفات ميديا، مكيفات ماجور كارا وعدة مكيفات أخرى إخواني تخرج هذا الكود. لهذا الكود أو هذا العطل لديه ثلاثة أسباب رئيسية، وسبب واحد يكون 90% هو السبب إخواني. سوف نتعرف على الأسباب التي تؤديه إلى هذا العطل، فإذا عرف السبب بطل العجب. إذن إخواني، أول شيء بعد تشغيل المكيف لربع ساعة إلى نصف ساعة سوف تلاحظ ضعف التبريد، يعني لا يوجد تبريد قوي، يعني ضعف في التبريد، أو أن المكيف يخرج هواء حار، لا يوجد تبريد بتاتا حين تتفقد الوحدة الداخلية في الداخل. إذن ما هي الأسباب المؤدية إلى هذا العطل؟ أول شيء تأكد أن الكمبريسور الضاغط اشتغل. قد تشتغل المروحة لوحدها الخارجية ولا يشتغل هذا الكمبريسور الضاغط فيكون به عطل، أو الكوندنساتور الخاصة به تعطلت. إذا كان الكمبريسور يشتغل وكل شيء عادي يشتغل، فهنا تذهب إلى تقيس ضغط الغاز. فمثلا في غاز 410 يجب أن تجد الضغط أقل شيء 7 بار. في درجة حرارة عالية 40 درجة خارجا قد يصل ضغط الغاز 410 إلى 10 بار أو 9 بار، وذلك لارتفاع درجة حرارة. كما نعرف ضغط الغاز يزداد كلما ازدادت درجة حرارة، يعني أقل شيء تجد 7 بار في درجة حرارة 30 خارجا. في غاز R22 تجد ضغط الغاز 5 بار أقل شيء إخواني، وقد تجده 6 بار مع ارتفاع درجة الحرارة خارجا. إذا كان الكمبريسور يشتغل طبيعي ولا يوجد به مشكل، ضغط الغاز طبيعي ولا يوجد به مشكل عادي، فهنا السبب إخواني هذا الحساس الموجود في المبخر في الوحدة الداخلية. هذا الحساس هو الذي يتحسس درجة حرارة الغاز، فمعنى هذا الكود أن المكيف يشتغل بدون تبريد. فهذا الحساس إذا لم يتحسس برودة هنا في المبخر إخواني يخرج هذا الكود، إذا كان معطل يخرج هذا الكود. إذن السبب الرئيسي في معظم المكيفات هو الغاز، يا إما نقص الغاز يا إما المكيف فارغ. السببين الثانيين هو أن الكمبريسور لا يشتغل بتاتا، يعني به عطل أو الكوندنساتور معطلة. السبب الثالث وأخيرا هو هذا الحساس الموجود في المبخر يكون قد تعطلكم بتغييره. أرجو أن أكون قد أفدتكم. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم.